السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ الوغ بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا هذا الكادر ديال العود اللي جاتني عليه طلبات بصراحه بزاف. دونك هو سي ان كادر بازيك لان كنصوب غير عادي بروبليم ديال وخديت انايا هاد الطراف هادو اللي كتشوفوني ملصقه هنايا. هاد الطراف هادو سي دي شيت غير دي شيت وجاتني الفكره على انني نلصقهم في الكادر لين فاصو باش غادي نخدم شويه فيه ان ميكس ميديا، يعني غادي نديرو واحد الخليط ديال لي تكنيك في هاد الكادر هذا. سواء كتشوفوا شي نجار اللي كتعرفوه يعطيكم بحال هاد لي شيت اللي كيقطعوهم لا مول الماكينه ولا دونك انا كاين اللي خديتو كاين اللي بقى عندي في لاتوليي مني كنقطعو على اي نلصقهم بلا كولابوا هكايا في هاد الكادر اللي كان عندي اصلا غير ان ريكتانغل سامبل ما فيه حتى شي حاجه. دونك هاد الكادر هذا انا خديته وصبغتو باش نربحو شويه ديال الوقت. الو باش نربحو شويه ديال الوقت هاد الكادر هذا صبغتو انا بابريد اكريليك هو الاول. الفكره هي اشنو؟ يعني كل طرف ديال العود انا غادي نخدمه بحاجه، اي طرف ديال العود. الا كتشوفوا انا عندي واحد الكفه هنايا جامعه فيها كاع لي شيت ديال بابي دو ري بابي سيرفيات جورنان اي حاجه بغيت نخدم بها راني جامعها ما كنلوحاش لي شيت كلهم كنخليهم باش كندير لهم من بعد لا ريكوبيراسيون وغادي نخدم بهم في هذا الكادر هذا. غادي نخدم بجيسو غادي نخدم بلاباط فانتاج يعني عندنا فيها بزاف ديال الالوان يعني اي قريعه بقات عندكم منها شي صباغه ممكن تخدموها اي بات اي صباغه اي حاجه بقات عندكم فريق قليله ممكن تهزوها وتخدموها في هذا الكادر هذا. لان الفكره من جهه اننا غادي نخدموا لو ميكس ميديا ومن جهه هو اننا غادي نديروا لا ريكوبيراسيون ديال هذاك الشيء اللي هو يبقى عندنا فيه غير شويه شويه شويه. دونك خلينا نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها غادي ناخذ جيسو اللي هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا وغادي ناخذ ان بوشوار تختاروا البوشوار اللي بغيتو نتومايا على حسب انا حيت ديجا مصوبه واحد لي كادر بحالو لان عندي جوج وهما يا بغيتهم يكونوا بحال ولا هما سيتين كوموند هما غادي يكونوا بحال دونك غادي ناخذ جيسو ونبدا نمشي فيه فوق من البوشوار على حسب الزواق اللي انايا اختاريت. فوالا ساهل ماه فوالا بحال هكايا. دونك غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للقنت الاخر. دونك ديما تنقولها نزولو يعني ملي غادي يكونوا غادي نخدموا جوج ديال الحوايج بحال من الاحسن نخدموا بالبوشوار يعني تنكملوا هذيك الزواقه اللي حنا بغيناها باش مني نجمعوا الزائد ديال الجيسو نرجعوا للحق وديك الساعه نوصلوا البوشوار ديالنا ما نبقاوش كنغسلوه ونعاودوا باش كنسهلوا علينا الخدمه وتنظموها. فوالا كاع البلايص اللي انايا بغيت هكايا. نتوما بغيتو تخلوه اون غولييف بزاف راه كتنعسوا شويه السباتول ديالكم بغيتو غير يجي شي شويه راه كتعاودوا توقفوا شويه السباتول. دونك انا هاد البوشوار هذا كملت منه انا اختاريت هاد البوشوار هذا ناخذ غير هاد الموتيف الوسطاني ديالو هو اللي غادي ناخذ هو اللي باش غادي نخدم هنايا فوالا هكايا. نمشي مع غير بشويه هذا حيت فيه بليس دو ديتاي هاد لو بوشوار هذا نمشي مع غير بشويه باش ما يتزعزعش ليا وباش ما يخرجش ليا ما يبافيش ليا هذاك لو جيسو شي بلاصه هكايا. طريقه سهله وبسيطه كتسمعوا الصوت ديال الناس عندي دي كليون في لاتوليي فوالا هكا هاوي شوف كيفاش جا نفس الشيء. نتوما تقدروا ديروا كل وحده بشكل
تقدروا ديروا لاسيميتري، ديروا جوج بهاد الزواقه جوج هكايا وتمشيو جوج بجوج. دونك بالنسبه ليا هنايا هاد القناه الاخرين هذا غادي ندير فيه زواقه واحده اخرى، ثاني غناخذ بوشوار بحال هكا فوالا بحال هكدايا سونتري ونمشي به هكايا باش ديك الساعه نكملو من الجيسو بمره وحده ونسدو الحك ديالنا باش ما يضربوش البرد بزاف ويقصح لينا. نزغي شويه كيف قلت لكم ديروا اي بات عندكم موجوده ماشي مشكل، راه ممكن نخدموها شي تعجبكم غير شي زواقه شي مجله راه ممكن تهزوها وتخدموا بها. انا من بعد ندير دوك لي غوتوش دونك نفس الشيء غادي نخدم في القنط الاخر هذا هنايا فوالا هكايا. دونك هنا غادي دابا نحط لي بوشوار ديالي في السطل ديال الماء وغادي نسد هاد الجيسو باش ما يكرمش ليا وفي التالي باش ندوزو نخدمو حاجه واحده اخرى. فوالا هاد لي غوتوش من بعد غادي نديرو ونحيدو ستيل فانتاج سيت اون بات غرانولي فيها واحد الحبيبات. دونك غادي نمسح السباتول ديالي ودائما نحل داك هنايا باسكو هنايا غادي نبغي هذاك داك الحبيبات اللي هما كاينين في الحك يتجانسوا ليا. غادي نجي هنا عمدا كنحط هاد لاباط غير هكايا، هنا ما غادي نحتاج لا كوشوار لا حتى شي حاجه بحال هكا. ملي غادي تنشف هاد لاباط هادي غتعطينا دوك الحبيبات غيجيو باينين. من بعد انا ما غاديش نخليها هكايا هاد ستيل هاد الفانتاج هذا، غادي نعاود ندير له اضافه واحده اخرى من الفوق. بالنسبه لي بات نغلضوهم الا بغينا نديرو ان بات تكون نديرو ان كوش تري ايباس ونقدروا نديروها ان كوش فين كما بغينا. دونك هو الكادر تيطلع الصراحه من داكشي زوين، واللي زوين فيه بزاف هو اننا كنديرو فيه لا ريكوبيراسيون، كنجمعو فيه كاع دوك الحوايج اللي حنا بقاو لينا فيهم غير شويه 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 نجمعوهم ونديروهم في عمل فني. دونك انا غادي ندير جوج بلايص هكايا دونك غادي نكمل انايا هاد الفانتاج هذا غادي نكملو في البلاصه اللي انايا بغيت نحطو ونرجع معكم نوري لكم اضافات اخرين غادي نديروهم. مني كملت لو فانتاج في هاد البلايص بربعه اللي انا بغيت نحطهم فيهم غادي ندوز للجهه الاخرى غادي ناخذ ورق المنديل. يعني انا ما عنديش بابي دو غي لي غيجيني في لو تام ديال هكايا ما بقالياش، غادي ناخذ ورق المنديل. ولاكول عندنا بزاف تشكال ديال لاكول باش ممكن نخدموا بهم في كادونس، كاين بزاف ديال لومبالاج كبير صغير هما كلهم كيأديو نفس المفعول. دونك غادي ناخذ انايا هادي هي باش غادي نخدم، وغادي نجي هنا غناخذ البانسو غادي من بعد غادي نستعملها هنايا حيت عندي غير مسافه قليله ممكن نخدمها على ضربه، يعني ماشي ضروري نخدمو بهذيك الطريقه اللي ما فين كنخدمو بها، مي هنا ممكن نجي وناخذ بابيي دو ري ونحطو هكايا على ضربه فوالا وندوز عليه لاكول من الفوق. فوالا هكايا كنتمنى راه هو واضح لكم وباين. غادي نخليه حتى ينشف هذا مزيان عاد غادي نحدقو غادي نعاود ناخذ الطريف هذا غندير وحده وحده لا غادي نعاود نجي هنايا وندير عاوتاني ورق المنديل. المهم نتوما غادي تخدموا بداكشي اللي متوفر عندكم
الا بغيتو ديروا لا ريكوبيراسيون يعني بلا ما تمشيو تشريو تخدموا كاع داكشي اللي هويا عندكم ممكن تخدموه ما تضروش تمشيو تشريو. دونك غادي نجي هنايا نفس الشيء غادي ندير لا كول من الفوق باش نثبتها مزيان فوالا هكايا كاع ندوز عليها كاملها منها كنحيد هذوك لي بولدير ومنها راني كنثبت الورق ديالي مزيان شوف بسهوله لان ميسي يكون فازق بالسهوله راهو كيتحيدوا هذوك الجنابات مي معليش حتى نكملوا كاع وغادي نديروه بقاغيت الحرش نفينيو هذوك الجناب ديالو دونك غادي دائما غندير وحده ونخلي وحده وندير وحده وندير وحده هنايا دونك بالنسبه للورق الارز ولا ورق المنديل الا بغيناه باش يجي باين مزيان دائما كنديرو الابيض من التحت باش كيبان ياك ديال القاعده نورمالمون باش كنخدمو الورق المنديل ولكن انا ما بغيتوش يجي بارز بزاف بغيتو غير يبان شويه ويجي شويه يجي طافي اللون ديالو ما يجينيش مجهد بزاف هادشي علاش انا ما درتلوش الابيض من التحت خليت هذاك الكري اللي انا صبغت به وحطيت فوق منه ورق المنديل لانني ما بغيتوش يجيني ناصح بزاف فوالا هكايا وغادي نحيد الزائد ديال الورق ومن بعد غادي ديك الساعه نفينيه بقاغيط الحرش ولا مبرد الى عندكم مبرد ديال الضفا ممكن هذيك الساعات تحيدو بحق تخليه حتى ينشف مزيان هذا ديك الساعه تشدو سواء قاويط الحرش ولا المبرد ولا وتفيني بها الجنابات ديال هاد القواقط هادو انا غفاد البلاصه هذه غادي ناخذ هذا ملا هذه كتباع على هذا الشكل هكايا كنت خديتها من ياتو عندهم بزاف ديال الالوان يعني اللون اللي بغيتوه تلقاوه عنده تقدروا تاخذوا غير ملا عاديه الا بغيتو وتصبغوها يعني اللي متوفر عندكم يعني انا هادشي كامل اللي باش خدامه به حتى حاجه ما شريتها كلها كانت عندي دونك غادي ندير لاكول ديالتي هنايا ندير انكوش لاباس بها يعني شويه تكون شويه غليظه باش غادي نلصق فوق منها هذا الرمله هادي دونك غادي ندير غير هذا هنايا باش الى طاح ليا نعاود نجمعو فوالا هكايا معليش واخا ندير كثير من بعد غادي نجمع هذاك الشيء الزائد ما غاديش نخليه يبقى فوالا هكا دونك هادي غادي نخليها حتى تنشف شي شويه ياك غادي ندوز معاكم نديرو حاجه واحده اخرى ناخذ جيسو نخلطو شويه هكايا وغادي نجي هنا هاد البلاصه هادي ونبدا كنضرب غير هكا غادي نحطو وراه هو كيلصق بوحدو ما محتاجاش ندير له انايا لا لاكول ولا والو هو بوحدو راه غادي يلصق ندير هاد الضريبات بحال غادي نشوكو مثلا بحال ديك الصباغه اللي كتكون مشوكه بحال هكاك دونك غادي نعاود ندير نفس الشيء هنايا فوالا غنحاول نكمل معكم واحد لو كوتي هكا ساهل نعم نعطيو الوليدات يقادو معنا حيت ما في هادشي كلشي اللي كنخدم به كله ما فيهش شي ريحه مضره بتاتا وساهل يعني نعطيو الوليدات وبنياتنا يعاونونا ويخدموا معنا فوالا هكايا كلشي يستمتع بالخدمه كنصاوبو شي حويجه اللي هي ما متوفراش في السوق وعندنا بوحدنا يعني دي بياس اينيك نحاول ندير داك التشويك شويه كثير لان من بعد مازال غادي ندير اضافه فوق من هاد التشويكه هادي ماشي تشويكه الشعر فوالا مني كملنا هذاك التقطاع ديال البابيي وهذاك الشيء غادي ناخذ طوينجا وغناخذ صباغه كحله غادي نحيد هذاك الزائد ديال الصباغه ما بغيتش نهز بزاف
وغادي نجي هنا ونجيكم اباتيني. دونك داكشي باش درنا هذيك التشويكه ديال هذاك لو جيسو باش ندير يكونوا فيه دوك الكرويسات ونجيو نديرو حنا من الفوق بحال الباتين. دونك غير بشويه بشويه غادي نكمل هاد غندير هاد الحريفات هادو، هذيك اضافه اللي بغى يديرها بحال اللي كنديروا لا باتين ونوسخوا شي شويه هذاك هذيك الخدمه اللي حنايا درنا. غاديش نديرها فهاد البلايص لي هما خاويين، فقط في البلاصه اللي انا درت فيها لو بابيي سيرفييت. دونك كاملو غادي يمشي بها هكايا. الوغ نفس الشيء كيف درت هنا في لو بلون غادي نديرو في لو لوار. الكادر بعد ما كملتو يعني مازال ما درت لهمش المرايات، ما كملنا فيهم الخدمه اللي حنايا درنا، خدمنا بلا بات جيسو، خدمنا بالرمله، خدمنا بابيي سيرفييت، خدمنا بلا بات فينتاج، خدمنا بدي بوشوار. دونك الفكره هو اننا ممكن نخرجوا على الاطارات العاديين اللي حنا كنخدموا ديال الاطارات اللي اما كنشريو اما ديال النحاس، اما هادو يكونوا فيهم شويه مختلفين ودي بياس اينيك وفيهم شويه ديال الابداع. دونك انا هنايا صوبت جوج لان وحده غادي تكون فيها فوق لافابو يعني في لا سال دو بان، والاخرى غادي تكون فوق من لا كونسول، يعني هما بجوجهم مرايات. لا كونسول هي هذه اللي صوبت. دونك هنايا نوري لكم درت البوشوار، خدمت بان بوشوار، خدمت بابيي سيرفييت، خدمت بان اوتر بوشوار هنايا القدام. لا كونسول ما شارجيتهاش بزاف، هذا هو لو دوفون ديالها كيف تشوفوا. دونك هذه هي الفكره ديال هاد الكوادر هادو. دونك هنايا خليني نوريكم كوادر وحده اخرين كن خدمتهم. الا كتشوفوا هنا درت بابيي دو ري، درت لا بات دياموند، درت لي كراكلي هنايا، هنايا درت لا بات غليتر، هنايا خدمت بجيسو بوشوار بابيي دو ري لا بات شابيشيك جيسو دورا بان بابيي دو ري لا بات جيسو شابيشيك. المهم كيف قلت لكم كتختاروا كاع لي بات اللي عندكم، لي بوشوار سباير بابيي دو ري كيف ما بغيتو. دونك هنايا عندي جوج، تاني بابيي دو ري لا بات غليتر دي بوشوار جيسو لا بات شابيشيك. المهم اي حاجه ممكن نديروا لها لا ريكوبيراسيون. نوريكم كادر اخر بالنسبه لهذا الكادر هذا ولا هذا الكوادر مع الطبله ديالهم. خدمتهم بلون واحد ودرت لهم الواقه الذهبيه يعني ما كيشبوش لبعضياتهم. دي بوشوار هادو كلهم دي بوشوار. هنا خدمت فينغر واكس دوغا، ماشي فينغر واكس العادي مي دوغا. دونك هادو حاولت نخليهم شويه ان بو صوبغ، مشيت في لو طون ديال البيج مع الدوغي. دونك حتى الكادر التحتاني تقريبا راه هويا نفس الشيء بحال بحال. دونك هادو من بعد منين نركب لهم الكوادر ديالو، منين نركب لهم المرايات ديالهم ونحطهم في بلاصتهم، غادي نعاود نصورهم لكم ان شاء الله ونحطهم لكم فينيين.